من غير ما تحتاري وتفكري كتير، تعالي يلا نعمل منيو الأسبوع مع بعض بوصفات حلوة اقتصادية نوعا ما. تعالي يلا كده نبدأ. أول يوم هنعمل عدس ومخلل جنب منه، ممكن نقلي بطاطس كمان مقلية جنب العدس، وتاني يوم هنعمل أرنبيط وجنب منه برضو مخلل. ده كده تاني يوم. نعتبر ان اول يوم العدس كان يوم السبت، ويوم الحد هيبقى الأرنبيط والمخلل بشكل ده. ممكن نعمل بقى جنب منه برضو البتنجان المخلل. وتعالوا على تالت يوم اللي هو يوم الاثنين، هنعمل سمك ورز جنب منه بقى السلطة والمخلل والليمون، ونظبط برضو كده جنب منه كل حاجة علشان ايه يبقى يوم حلو كده وظريف. ده كده تالت يوم اللي هو يوم الاثنين. ونروح بقى كده على تالت يوم، رابع يوم اللي هو يوم التلات، وهنعمل كبدة وجنب منها برضو مخلل زي كده. ممكن نعمل جنبها بطاطس مقلية او بطاطس مهروسة زي ما احنا حابين، يعني اعملي جنبها اللي انت عايزاه. كبدة بقى فممكن تكوني بتحوشي كبدة الفراخ وتعمليها، او تجيبي نص كيلو كبد وقوانص او كبدة من اللي هي التانية الشرايح، وتعملي كده بالبصل والطماطم وتظبطيها زي كده، وتعملي جنبها المخلل، شوية بطاطس مسلوقة، شوية بطاطس مقلية، وكده ايه رابع يوم. تعالوا يلا نشوف اليوم اللي بعد كده. هنعمل بقى اكلة حلوة، نعمل فراخ جنب منها خيار مخلل وملوخية ورز. فده يوم الخميس ولا يوم الاربع؟ كده ده يوم الاربع. كده ظبطنا، عملنا بقى ايه فرخة، جبنا جنب منها شوية ملوخية من اللي احنا مجمدينها، او تجيبيها لو في فريش، جنب منها شوية خيار مخلل، وجنبها الرز او زي ما انتوا حابين بالعيش ايا كان. يبقى كده عملنا اليوم اللي بعده. بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنعمل عدس برضو كده، نعيد العدس تاني في نفس الاسبوع، يعني عشان الشتاء وكده، وبرضو هو موفر وكده يعني، فهندخل العدس كمان مرة في الاكل. اخر يوم اللي هو يوم الجمعة، وهنعمل مكرونة وبانيه. وممكن نعمل مكرونة وبيض، بس بلاش البانيه، لو لاقيين ان البانيه غالي ممكن نعمل بداله البيض مثلا، كل واحد بيضة وشوية بطاطس مقلية جنب منهم، والمخلل خيار وسلطة بقى، وتظبطي كده الدنيا. وكده عملنا منيو الأسبوع، واشوفكوا على خير في منيو تاني. سلام.